القوة الأكثر تدريباً في العالم أو نخبة القوات الخاصة في الجيش الأمريكي هبت لمساعدة إسرائيل لتحرير أسرها في فلسطين. أنشئت عام 1977 بهدف مكافحة العمليات الإرهابية، تتركز مهمتها في عمليات إنقاذ الرهائن والتدخل السريع، وهي وحدة انتقائية وسرية شاركت في عمليات عسكرية منها حرب الخليج ومعركة تورابورا بأفغانستان، وألقت القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كما اغتالت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني عام 2020. أما إخفاقاتها فقد تمثلت في فشلها في تحرير رهائن أمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران، وقتل 18 من عناصرها في الصومال، واعتقل أحد أفرادها.